الضامن، ضمان إدارة الدولة وبقائها خلف السيد السوداني هي ما تحقق قبل ما يصوت على السيد السوداني كونه رئيس حكومة. ماذا تحقق وما هي كانت الأجندات بين الفرقاء سابقا واللي صاروا هسه إدارة الدولة؟ أكو هناك أجندات ومضبطة معينة بين البارتي وبين الإطار وبين الإطار وبين البارتي وبين الحلبوسي وبين الجميع. أكو أجندات وأكو نقاط معينة أعتقد بعضها نعلن عنه، بالتالي في حال لم يستطع السيد السوداني تحقيقها إدارة الدولة تكون في خبر كان، وفي لحظة ممكنة أن يكونون الجميع ضد السيد السوداني. نحن معارضين بالوقت الحاضر نعم، لكن نحن معارضين لأي ملف فساد، معارضين لأي جهة كانت أو أي حزب كان هو كان فاسد أو يحاول وضع العصب العجلة. بالوقت الحاضر احنا تعرضنا يعني الأسبوع الماضي لخروقات وأمنية كانت واضحة. نتوجس هناك أيادي خفية سياسية للضغط على السيد السوداني. شنو هدفه؟ هدفها توقيف العجلة أو هدفها هناك بعض الملفات اللي يقولوا له أوقف عندها لا توصل يمها، أو هيئتك اللي شكلتها ممنوع توصل يمها. ليش؟ إحنا ممكن نسوي له خروقات في كركوك، وممكن نسوي له خروقات في ديالة، وممكن نسوي خروقات في بغداد. لذلك في سابقا والكل وحتى العراقيين كلهم يعلمون هاي القضية، كانت قضية التفجيرات قضية ريموت وإدارة. بعض البرلمانيين الإرهابيين في آنذاك كانوا هم مسؤولين ومسؤولية مباشرة على التفجيرات اللي تصير ببغداد وتصير بدياله وتصير بالانبار، ومستعدين يحركون داعش او اي قوى ارهابيه سواء كانت قاعده او غيرها متى ما شاءوا. لذلك انا اتوجس من هذا الموضوع. انت تستخدم كورقه ضد السيد السوداني؟ ممكن جدا، كل الخيارات مفتوحه في حال ان السيد السوداني طرق ابواب. لكن من مصلحه القوى السياسيه ومجتمعه الى الاستاذ حسين ان ينجح السيد السوداني. هذا بالوقت الحاضر وين انا اختلف وياك سياسيا وين اتفق؟ بالمشتركات، اكو هناك مشتركات واكو خطوط حمر، في حال ان السيد السوداني وصل للخطوط الحمر لا يختلف الموضوع، بدليل قبل فتره اكو نزاع صار على الاجهزه الامنيه والسيد المالكي طلع خرج قال كيف يكون جهه لديها جناح مسلح تستلم مثلا جهاز المخابرات.